المرة أخرى لمن انضموا إلينا اليوم، ولكن لابد أن يحاولوا معرفة ما فاتهم بالأمس من أجل أن نستكمل المشروعات. إذن يمكنكم أن تروا الفرق وأسماء الأعضاء بها. لدينا 7 فرق، وكل فريق ينظر في أحد أهداف التنمية المستدامة. حسني، هل أنت موجود حتى نبدأ بعرض الباوربوينت؟ We will have time to continue the work that we سوف يتسنى لنا الوقت من أجل استكمال العمل. إذا لم تتمكنوا من الانضمام إلى مجموعات الواتساب عبر طريق الرابط الذي أرسل إليكم بالأمس، ربما يحتاج كل منكم إلى بذل المزيد من الجهد المكثف، ولكننا نثق فيكم أنكم ستتمكنوا من إنهاء العمل بطريقة ناجحة. نود فقط أن نستعيد الكثير من النجاح، من الحماس الذي كان موجودا بالأمس، من أجل مراجعة ما وصلنا إليه. هل يمكن لأي من كان معنا بالأمس أن يخبرنا بكم عدد المنهجيات التي غطيناها؟ ما هو محور نيكسبلوررز؟ هي البرنامج يعتمد على 3 أعمدة، 3 منهجيات، هل يمكنكم تذكر أي منها؟ نعم، التفكير النظامي System Thinking. ثانيا التفكير المستقبلي. ثالثا التغيير، التفكير في التغيير بالضبط. والعملية الممنهجة التي نقوم بها تمر ب3 مراحل، هل تتذكرونها؟ ما هي المراحل الثلاثة؟ الاستكشاف، الابتكار، التغيير. يسعدني أن أسمع إجابتكم. وفي كل مرحلة نطرح على أنفسنا أسئلة معينة، وما يؤهلنا للإجابة عن هذه الأسئلة بشكل ممنهج هو أن يكون لدينا مجموعة من ماذا؟ من أجل العمل، من أجل التنفيذ. هل تتذكرون؟ مجموعة من ماذا؟ أدوات. شكرا يا ناهد. إذن لدينا مجموعة من الأدوات المنظمة من أجل مساعدتنا على الإجابة عن الأسئلة في كل من المراحل. بالأمس غطينا دائرة الاتصال، وبالنسبة لدائرة المنظور هي ليست أداة في حد ذاتها، ولكننا تدربنا على كيفية التدريب على التفكير في وجهات النظر المختلفة المتعلقة بالمجموعات وأصحاب والأطراف المعنية، لأن ذلك الأمر مهم للغاية، لابد ألا نلتزم بوجهة نظرنا وحسب. وبعد ذلك نتحرك إلى مرحلة الابتكار، وتحت هذه المرحلة نظرنا في أمر التغيير وما الذي سوف يحدث إذا لم نفعل أي شيء. هل تتذكرون ما الذي يحدث إذا لم نفعل أي شيء؟ الأمر يسوء. نعم، على الأرجح. وهذه هي الفكرة المتعلقة بالآفاق المستقبل المحتملة. وبعد ذلك تحدثنا عن ماذا؟ تحدثنا عن الأداة الرئيسية في هذا البرنامج، ما هي؟ هل تتذكرون؟ بدأنا في تخيل ماذا؟ ما الذي تخيلناه؟ المستقبل. نعم، تخيلنا المستقبل عن طريق استخدام الأرباع المتعلقة بالمستقبل من دائرة الاتصال، ويعطينا ذلك عدد معين من السيناريوهات. كم؟ 3؟ لا، 4. نعم، قلنا أنها أرباع، ومن ثم يصبح لدينا 4 منها. وهنا
توقفنا وطلبنا منكم أنكم بعد أن تخيلوا